كل يوم يمشوا ويرجعوا في الليل للمكان اللي مشوا منه لمدة 40 سنة. المدينة اللي يبغونها مدينة القدس، ويقولوا مدينة جدهم حرمها الله عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض عقوبة من الله. يركبوا إبلهم وخيلهم ويلا مسافرين وماشين، والمدينة هذيك ما بعيد. فإذا مشوا 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 وجاء الليل وجدوا نفسهم في المكان اللي ارتحلوا منه، وكل يوم لمدة 40 سنة. قبل نهاية 40 سنة يموت هارون ويصلي عليه موسى ويدفنه. وتقول بنو إسرائيل موسى غار من أخوه هارون وقتله، ولا بد أن أقتل موسى لأنه موسى اعتدى على هارون وقتله. يا لطيف، تهموه بقتل هارون. ثم بعد هذا صارت قضية، وهو أن موسى عليه السلام جمعهم فخطب فيهم خطبة عظيمة فيها كثير من العلوم اللي في التوراة. فواحد من بني إسرائيل أعجب بخطبة موسى وعلمه، قال يا موسى عندي سؤال. قال وش سؤالك؟ قال من هو أعلم من على وجه الأرض؟ قال موسى أنا. موسى صادق، ما في حد يكلم الله إلا هو، وما في حد نزل عليه الكتاب إلا هو حسب علمه. فأوحى الله إليه قال يا موسى إن عبدا من عبادي علمته علما لم أعلمك إياه. أصلا موسى طفشان من بني إسرائيل، ودي يذهب ويخليهم. قال يا ربي إذن لي الروح عنده. قال له أذنت لك وستجده عند ملتقى البحرين. قال يا يوشع تعال معي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. خلاص هارون مات، وهذا بنو إسرائيل المجرمين ولا يحب يشوفهم، مفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وجاءت فرصة لأنه يبعد عنهم، فمشى في طلب من الخضر، وصل إلى ملتقى البحرين، البحر الأبيض والبحر المتوسط. انطلق موسى في هذه الرحلة التي مرت على السفينة ومن فيها، ومرت على الغلام، ومرت على اليتيمين والجدار، وانتهت الرحلة بقول الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ونبأه ورجع موسى إلى بني إسرائيل هو ويوشع. يوم رجعوا كان بني إسرائيل وقتئذ عندهم طاغية آخر جديد انتهز فرصة غياب موسى وفتن بني إسرائيل، وهو قريب لموسى بن عمه، قريب له جدا، لكنه فرعوني، عقيدته فرعونية، كافر مجرم. يوم رجع وجد أن هذا الرجل عمل دسيسة مكر، قال واحدة زانية مجرمة، قال لها شوفي موسى إذا جاء